الختام للسي عبد الواحد السعدي كاتب العام ديال الاتحاد المحلي بريملان. نائب كاتب العام رديك ثلاثة. اختم هذه الوقفة الاحتجاجية الإدارية التضامنية عفوا البطولية اللي كتخوضوها في إطار معركتكم النضالية من أجل فرض احترام الحريات النقابية، من أجل أيضا الاستجابة الفورية للملف المطلبي، من أجل الإرجاع الفوري بدون شروط لكل المطرودين بدون استثناء والمطرودين مجموعة سبعة، ولا الرفيق ديالنا نافع المولودي تحية الصمود والإخلاص والوفاء لكل المناضلين والمناضلات نقابة جبال الأبية، تحية من إخوانكم ورفاقكم في الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي. قبل ما نختمو أريد أن أوجه رسالتين مختصرتين، رسالة لنا كذات ورسالة موجهة إلى ناقدين بالضبط إلى الإدارة، هذه الإدارة الفاسدة، هذه الإدارة المتحالفة مع رأس المال، هذه الإدارة اللي ما كيهمها إلا المصلحة ديالها وما كتهمهاش المصالح ديال الطبقة العاملة. بالنسبة لنا إحنا كذات كنقابة وكقواعد كعمال كقيادة إلى آخره، الرسالة اللي بتوجه هي أننا مستقبلنا وحقوقنا ومكتسباتنا بصمودنا وفي استمرار الحقوق ديالنا محمية ومصونة رهين بصمودنا وتشبتنا الأبدي بالنقابة العتيدة بنقابتنا نقابة عمال ومستخدمي شركة جبال المنظمة التواء اتحاد المغرب للشغل التوجه الديمقراطي. ما يمكنش يكون عندنا شي حل آخر، لا حل إلا النضال والصمود من أجل المطالب ديالنا المشروعة والعادلة، من أجل حقوقنا العادلة والمشروعة، من أجل صيانة المكتسبات للطبقة العاملة. لا حل لا سبيل إلا النضال إلا التضحية، ولو اقتضى الأمر الاعتقال والشهادة من أجل حقوقنا. الطريق الآخر كاين الماني اللي هو الطريق ديال التصنصير والطريق ديال التشنهيد والطريق ديال الصخرة ديال العبودية والطريق ديال الإدمان ديال الإدمان.